السلام عليكم. النهارده معانا مع تطبيق من التطبيقات الحلوه على الاندرويد، واحسب تكلفه بيتك. لو انت عندك بيت معين فبتدي له المعلومات، تمام؟ هو بياخد مثلا مسطح الدور بالمتر المسطح قد ايه، وليكن مثلا 200 متر. عندك عدد الادوار قد ايه، وليكن مثلا 5 ادوار. سعر الحديد بالجنيه، تمام؟ معرفش وصل كام دلوقتي، فمحدش ياخد الرقم دوت. سعر الاسمنت بالجنيه، تمام؟ تكتب سعر الالف طوبة، والله ما عارف، تمام؟ هو بقى بيحسب لك تكلفة البيت هيكلفك قد ايه. ما شاء الله، لا ما تفكرش تبني يعني، تمام؟ يعني تقريبا هيخش تدخل في 2 مليون و3 من 10، وانا كاتب ارقام قديمة طبعا. فالبرنامج ظريف ان انت تعرف تكلفة البيت تقريبا، فهتلاقي الرابط بتاعه اسفل الفيديو، تقدر تحمل البرنامج وتشتغل عليه.